مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة إخبارية مفصلة من قناة ليبيا ونستهلها بأبرز العناوين. مجلس النواب يؤكد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها ويرفض التدخل الخارجي. المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا يؤكد دعمه خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة. الحكومة تطلق موقعا خاصا يتضمن كل القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء. استمرار حملات التطعيم ضد كورونا في مختلف مناطق البلاد. وتتابعون في نشرتنا الاقتصادية. وزير العمل يبحث احتياجات سوق العمل في درنة. جهاز النهر الصناعي يؤكد وصول المياه إلى طرابلس وضواحيها. حياكم الله. رغم التأييد والترحيب المحلي والدولي بكل الجهود المنادية بتنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها لحل الأزمة وصولا إلى انتخابات ديسمبر القادم، فقد أعلن مجلس النواب والدولة رفضهما البيان المشترك الصادر عن سفارات دول ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة، معتبرين البيان تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي الليبي، فيما طالب مجلس النواب جميع الأطراف بإنجاز الاستحقاقات اللازمة للوفاء بما تم التوافق عليه من إجراء الانتخابات في موعدها. ضمن متابعته للتطورات السياسية في البلاد، جدد مجلس النواب التأكيد على ضرورة إنجاز جميع الأطراف للاستحقاقات اللازمة للوفاء بما تم التوافق عليه من إجراء الانتخابات في موعدها 24 من ديسمبر القادم، إلا أن مجلس النواب أعلن رفضه البيان الصادر عن سفارات دول ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة لدى ليبيا، معتبرا إياه تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي الليبي وتجاوزا مرفوضا من سفراء الدول التي أصدرت البيان. مجلس الدولة أيضا تضامن مع البرلمان في رفض بيان سفارات الدول الست، والذي وصفه البرلمان بأنه لا يخدم التوافق الذي تحقق في ليبيا والذي لاقى ترحيبا ودعما محليا ودوليا ابتداء من تشكيل حكومة وحدة وطنية وإنهاء الانقسام في مؤسسات الدولة التنفيذية، مرورا بتعيين المناصب السيادية وإنهاء الانقسام حولها وصولا إلى إجراء الانتخابات في موعدها. وفيما يخص التأكيد على إجراء الانتخابات في موعدها وإخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، أعرب عدد من التكتلات والأحزاب السياسية عن امتنانها وترحيبها بالبيان الصادر عن مجموعة الدول الصناعية السبع، والذي قالت إنه جاء متوافقا مع إصرار الشعب الليبي على ضرورة مغادرة كل القوى الأجنبية والمرتزقة الأراضي الليبية بأسرع وقت ودعمه غير المحدود لإجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في 24 من ديسمبر القادم دون تأخير أو مماطلة. ورغم رفض مجلسي النواب والدولة لبيان سفارات الدول الست واعتباره تدخلا في الشأن الداخلي الليبي، إلا أن مطالب الشارع وبيانات التكتلات السياسية والمؤسسات المدنية تجدد تأييدها ودعمها الكامل لكل الجهود والخطوات التي تبذل للدفع قدما تجاه إنجاز خارطة الطريق والتجهيز للذهاب نحو تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقرر إجراؤها في ديسمبر القادم. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف السيد عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب. مرحبا بك سيدي. اهلا وسهلا بك ومساء الخير لك ولكل الساده المشاهدين الكرام. مساء الخير. بدايه حدثنا عن التوافق ما بين مجلسي النواب والدوله باصدار بيان متوافق، هذا البيان الذي يرفض لما جاء في البيان الصادر عن الدول الست. نعم، هنالك يعني بدايه بعد التحيه لكل الساده المشاهدين الكرام، هنالك يعني تناقض فيما تم ذكره في بيان السفراء الدول إيطاليا، المملكة المتحدة وفرنسا وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا.
في مجلس النواب، ومجلس النواب أكد مرارا وتكرارا وأكد حتى في بيان الصادر رقم 2 لسنة 2021 أكد على الاستحقاق الانتخابي في 24 من ديسمبر، وهو جاء نتاجا إلى التوافق الذي تحقق بين كل الأطراف الليبية، ولاقى أيضا ترحيبا دوليا ومتابعة وإشراف الدولي خلال الفترة الماضية. نعم. هذا الاتفاق الذي يقضي في 24 من ديسمبر بإذن الله بإجراء الانتخابات من العام في هذا العام التالي، تسبقه خطوات في توحيد مؤسسات الدولة والتي تفاعلنا بها جميعا ولازلنا متفائلون، بداية من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ولينها بقاء المجلس النواب. الخطوة التي تليها أو التي تلتها مباشرة هو توحيد مؤسسات الدولة التنفيذية، وهذا ما حصل فعلا بحمد الله. توحدت الوزارات والسلطات التنفيذية التابعة للحكومة، ولا تزال هنالك خطوة واحدة متعلقة بالأوضاع في ليبيا بشكل عام. نعم. سواء فيما يخص عمل الحكومة أو في التوافق السياسي، وهو ما تم الاتفاق عليه هو برعاية أممية، وهو توحيد مؤسسات الدولة، أقصد هنا المناصب السيادية بما في ذلك المفوضية العليا للانتخابات، مصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية. كل هذه الأسهام لا زالت لم يتم الإجراء بها، وهو ما يتم العمل عليه حاليا. وإشارة سفراء الدول باعتقادهم بأن يتم الإبقاء على إحدى هذه المؤسسات هو أمر في البداية هو أمر داخلي أو شأن داخلي ليبي، ليس من مهام سفراء الدول التدخل فيه، وهو تدخل مرفوض في الشأن الليبي. ناهيك عن أنه إحدى خطوات التوافق الذي تم والاتفاق الذي سوف يفضي إلى انتخابات، بمعنى عمل السلطة التنفيذية مرتبط بهذه المؤسسات، وعمل أيضا كل الأجسام خلال هذه الفترة من أجل الوصول إلى 24 ديسمبر مرتبط بتوحيد مؤسسات الدولة. يعني على سبيل المثال كيف يعني بالإمكان المضي قدما في عمل الحكومة وأيضا اعتماد الميزانية دون أن تكون هنالك مؤسسات رقابية موحدة في البلاد؟ إلى الآن ما زالت هذه المؤسسات منقسمة، فبالتالي أكد مجلس النواب على أن يتم إنهاء الانقسام لهذه المؤسسات لاستكمال الاستحقاقات التي سوف تقضي بإذن الله في الانتخابات في 24 من ديسمبر. نعم. ونؤكد أيضا بأنه تدخل غير مقبول وهو تدخل في الشأن الليبي. نعم. مرة أخرى سيد عبد الله أسألك، ما هو المطلوب من جميع الأطراف المعنية العمل عليه خلال الفترة القادمة لإنجاز وتحقيق هذا الاستحقاق الدستوري وهو الانتخابات في ديسمبر؟ نعم، الاستحقاق الأهم والأكبر هو القاعدة الدستورية التي سوف تبنى عليها الانتخابات. اللجنة القانونية التابعة لملتقى الحوار توصلت إلى مقترحات، لم تصل إلى رأي نهائي، أحالت الأمر إلى الملتقى الحوار بشكل كامل، وهو ما تم إعلانه خلال اليومين الماضيين. كان هنالك لقاء لفخامة رئيس مجلس النواب مستشار عقيلة صالح مع المبعوث الأممي منذ حوالي 4 أيام، أكد خلاله المستشار وعلى أن في حال عدم التوافق ملتقى الحوار على القاعدة الدستورية أو على النتائج أو حسم النتائج التي توصلت إليها اللجنة القانونية التابعة للملتقى الحوار، بمعنى أن لجنة 35 إذا لم تتفق و تنهي مسألة القاعدة الدستورية ولم يتحقق التوافق لإجراء الانتخابات وفقا لقاعدة منبثقة عنها، طبعا أؤكد بأن إذا ما تم التوافق في ملتقى الحوار سوف تحال هذه النتائج لمجلس النواب لاعتمادها وتضمينها في الإعلان الدستوري. في حال لم يتم التوافق سوف يذهب مجلس النواب لتفعيل قراره رقم 4 لسنة 2015 القاضي بانتخاب الرئيس البلاد بشكل مباشر من الشعب، وهو مطلب شعبي واضح للجميع. وأيضا حتى مسألة مقترح القانون أو مسودة قانون انتخاب الرئيس موجودة وتم إدراجها في جدول أعمال مجلس النواب. نعم. فبالتالي في حال عدم التوافق منتبه الملتقى الحوار سيمضي مجلس النواب في القاعدة الدستورية المتوفرة لديه من أجل إجراء انتخابات رئاسية مباشرة من الشعب الليبي. نعم. وهو مثل ما أسلفت ذكرا هو مطلب شعبي. نعم نعم، كل الشكر لك الأستاذ عبد الله بليحق المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.
بحث عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني مع أمر منطقة سبها العسكرية وعددا من القيادات في المنطقة الجنوبية جهود توحيد المؤسسة العسكرية على مستوى ليبيا. جاء ذلك خلال لقاء آخر في مقر منطقة سبها العسكرية حضره عدد من أميري الكتائب والوحدات ضمن اللقاءات التي يعقدها المجلس الرئاسي مع القيادات العسكرية منذ أسابيع. أكد الناطق الرسمي للمجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا عبد الكريم علي محمود دعم المجلس لكل المطالبات الدولية الداعية إلى خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، والتي كان آخرها البيان الصادر عن مجموعة الدول الصناعية السبع، مشيرا إلى دعمه موقف وزيرة الخارجية الليبية وتصريحاتها بالخصوص. هذا ودعا المشايخ والأعيان المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة إلى ضرورة اتخاذ خطوات جادة في مطالبة الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات رادعة ضد الدول المعرقلة لإخراج هذه القوات. كما أثنى المجلس في بيانه على المواقف الوطنية التي صدرت عن المنظمات والتكتلات والأحزاب السياسية بضرورة خروج هذه القوات، مطالبا أبناء القبائل الليبية بضرورة دعم هذه المطالبات وتحشيد المواقف لتحقيق هذه المطالب. أكد رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة الوقوف الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة، مدينا للهجوم الإسرائيلي على المسجد الأقصى. وأوضح دبيبة في تغريدة له على تويتر أن الإخلاء القسري للفلسطينيين يقوض عملية السلام، داعيا المجتمع الدولي إلى الالتزام بمسؤولياته في إيجاد حل عادل للفلسطينيين. أجرى النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوز النويري رفقة النائب الثاني حميد حومة وعدد من أعضاء المجلس زيارة تفقدية لمقر مجلس النواب بالعاصمة طرابلس. وبحسب وكالة الأنباء الليبية تهدف هذه الزيارة إلى متابعة تجهيز مجمع القاعات الرئيسية والوقوف على الاحتياجات الخاصة به. في شأن آخر، نفى الناطق باسم أركان البحرية الليبية مسعود إبراهيم إطلاق النار على قوارب صيد إيطالية داخل المياه الليبية، مؤكدا أن تلك الطلقات كانت تحذيرية في الهواء حتى تعود القوارب أدراجها، ومشيرا إلى أن حرس السواحل يحاول منع قوارب الصيد من دخول المياه الإقليمية الليبية حفاظا على الثروة السمكية. وتأتي هذه التصريحات بعد أن اعتبر وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن من غير المقبول قيام حرس السواحل الليبي بإطلاق النار على الصيادين الإيطاليين. وكان وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني قد كشف عن أن البحرية الإيطالية تدخلت مرتين خلال أسبوع لحماية مراكب صيد إيطالية من زوارق خفر السواحل الليبي في منطقة تبلغ مساحتها حوالي 160 ألف كيلومتر مربع، تصفها الحكومة الإيطالية بالخطرة. وأدان لورينزو خلال تصريحات صحفية إطلاق خفر السواحل الليبي النار الخميس الماضي على 3 قوارب صيد إيطالية قبالة ساحل مصراتة، ما أسفر عن إصابة قبطان أحد القوارب. دعت لجنة المجالس الاجتماعية لقبائل ورفلة والجذاذفة والمجارحة وأولاد سليمان اليوم حكومة الوحدة إلى الوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها في مخرجات جنيف بشأن المصالحة الوطنية والعفو العام والإفراج عن السياسيين الذين صدرت بحقهم أحكام القضاء الوطني بالإفراج ولم يتم تنفيذ أوامر القضاء بشأنهم عن قصد حتى الآن حسب ما جاء في بيان صادر عن اللجنة. اللجنة طالبت بالإفراج الفوري عن هؤلاء السياسيين معتبرة إياهم محتجزين قسريا، وداعية السلطات المختصة إلى انتهاز فرصة نهاية شهر رمضان للإفراج عن المحكومين بالبراءة وتصحيح هذا الوضع وتعزيز الحوار المفضي إلى المصالحة الوطنية حسب البيان. أعلنت وزارة الداخلية تفعيل البوابات والدوريات على الطرقات العامة في مدينة جادو، وذلك لتأمين الطرق ومنع حدوث الازدحامات. وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على فيسبوك أن هذه الخطوة تأتي بشأن تأمين الطرقات التي تشهد ازديادا في الحركة المرورية خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان، بالإضافة إلى تزامن ذلك مع أسبوع المرور. زار رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد دبيبة بلدية زليتن رفقة عدد من الوزراء والنواب، حيث كان في استقباله رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك وعدد من المشايخ والأعيان. وتفقد دبيبة مبنى ضريح الشيخ عبد السلام الأسمر الفيتوري والزاوية الأسمرية. المزيد في هذا التقرير.
هي أول زيارة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة لسليتن، استهلها بزاوية الشيخ عبد السلام الأسمر الفيتوري، حيث كان في استقباله عدد من المشائخ وأعيان المدينة. قام خلالها بزيارة ضريح الشيخ عبد السلام الأسمر، وقرأ على روحه الطاهرة الفاتحة، وتفقد مبنى الضريح الذي وصلت نسبة إنجاز البناء فيه إلى مراحل متقدمة. وأعلن دبيبة عن تقديم مبلغ مالي بقيمة 300,000 دينار للإعانة في استكمال الضريح الأسمري. الزيارة شملت أيضا مبنى ديوان بلدية زليتن رفقة عدد من الوزراء، ناقشوا خلالها العديد من المختنقات التي تعاني منها البلدية. وبحسب تصريح عميد البلدية مفتاح أحمدي أنه تم الاتفاق على بناء جسر للمركبات الألية بمدخل المدينة الشرقي ومحطة لتنقية مياه الصرف الصحي، إضافة إلى فتح مسارات وطرق جديدة في جنوب زليتن. كما تم الاتفاق على البدء في إنهاء المشروع المتوقف منذ عدة سنوات لمبنى زاوية ولاد سليمان السبعة. خالد جابر، قناة ليبيا، بلدية زليتن. أفاد المتحدث الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد حمودة بإطلاق موقع خاص يتضمن كل القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء ورئيس حكومة الوحدة، وذلك حرصا منها على تعزيز التواصل مع المواطنين وتيسيرا لعمل المهتمين بالشأن العام في الوصول إلى المعلومة الصحيحة وسرعة الحصول عليها. اليوم نعلن عن مدونة قرارات مجلس الوزراء ورئيس الحكومة من أجل تعزيز التواصل بين الحكومة والمواطنين، وكذلك بناء على مبدأ الشفافية وللحد من المعلومات الخاطئة والمغلوطة. نعلن عن هذه المدونة التي ستكون المصدر الموثوق لكافة قرارات مجلس الوزراء وكذلك رئيس الحكومة، والتي نتمنى من حضراتكم الولوج إليها متى احتجتم، ونحن سنسعى جاهدين بحيث يتم تحديثها بشكل يومي حتى تكون ذو فائدة وفي الوقت المحدد والمناسب. بدأ مخزن الحلقة الباردة شارع الزاوية في جهاز الإمداد الطبي صباح اليوم توزيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد على مراكز منح المطعوم في البلديات التابعة لفرع طرابلس. وأوضح الجهاز أن اللقاح الذي يوزع هو لقاح سينوفاك الصيني، وذلك لصالح مراكز فرع طرابلس التي تضم أكثر من 44 بلدية، وكذلك المراكز داخل مدينة طرابلس بحضور اللجنة المكلفة بمتابعة توزيع اللقاح من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية. تعهد وزير الصحة علي الزناتي بتوفير جميع الأدوية التي يحتاج إليها مرضى مركز قرطبة لغسيل الكلى في طرابلس بعد عيد الفطر المبارك. جاء ذلك خلال زيارته إلى المركز للاطلاع على سير العمل فيه، إذ استمع الزناتي إلى شكاوى ومطالب المرضى التي تمثلت في عدم توفر الأدوية بانتظام ونقص التحاليل الطبية كذلك. وفي السياق دعا الزناتي إلى توفير لقاح كورونا للمرضى، وذلك بعد أن أبدوا رغبتهم في تلقيه بأسرع وقت ممكن. أجرى وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة علي الزناتي جولة تفقدية مفاجئة لمركز بنغازي الطبي، تفقد خلالها سير العمل داخل أقسام المركز إلى جانب الوقوف على أهم الخدمات التي يقدمها والمشاكل التي يواجهها. هذا واستمع الزناتي إلى ملاحظات بعض المرضى متعهدا بتقديم أفضل الخدمات لهم، كما أكد على ضرورة تذليل الصعاب أمام العاملين بالمركز لتقديم خدمات أفضل وفقا للصفحة الرسمية لوزارة الصحة. بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي العديد من الملفات والمواضيع الخاصة بمؤسسات التعليم العالي خلال اجتماع عقده بمكتبه في طرابلس مع وفد من جامعة مصراتة برئاسة رئيس الجامعة وعدد من المسؤولين ذوي العلاقة. وبحسب وكالة الأنباء الليبية، فقد أكد وزير التربية والتعليم بالحكومة موسى المقريف الذي حضر جانبا من الاجتماع على أهمية توحيد الجهود بين الوزارتين في العديد من البرامج، خاصة موضوع الجودة
في مؤسسات التعليم العام والخاص. هذا وقد قدم أبو شعالة عرضا لما توصلت إليه اللجنة المشكلة بشأن فحص وتقييم الجامعات الخاصة. خلص الاجتماع الطارئ الذي عقد بمقر الإدارة العامة للهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية في بنغازي بحضور رئيس لجنة إدارة أسعد العبار ونائبه ومديري فروع الهيئة إلى الاتفاق على تجهيز خطة متكاملة حول ما ستسعى الهيئة لتقديمه من تقييم الوضع الميداني، إضافة إلى إعداد وتحديث قاعدة بيانات تفصيلية حول الأسر التي ترغب في العودة إلى طواعية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وذلك تنفيذا لبنود الاتفاق الموقع بين تاورغاء ومصراتة. هذا وطالب وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان إدارة العمليات وفروع الهيئة بتجهيز الخطط والمقترحات اللازمة بشكل متكامل وعاجل لإحالتها لوزارة الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان وفقا لوكالة الأنباء الليبية. تواصلا لسلسلة برامجها الإنسانية والخيرية، منحت المنظمة الليبية للنشاط الاجتماعي والثقافي والتنمية بالجفرة سلالا غذائية للمقيمين بمخيمي موقع مصنع الصابون والحمام القديم في سوكنا. يشار إلى أن هذه السلال تأتي للتخفيف من معاناة هذه الأسر خلال الشهر الفضيل، علما أن المنظمة قد منحت خلال الأيام الماضية وجبات إفطار للمسافرين العابرين إلى بلدية الجفرة. المنظمة الليبية للنشاط الاجتماعي تمت بتوزيع، بحمد الله تم توزيع السلة الرمضانية على الأسر المحتاجة داخل مخيم مصنع الصابون ومخيم الحمام القديم، طبعا مخيم الحمام القديم، وطبعا كانت هذه التخفيف المعاناة على الأسر المحتاجة اللي مش لاقية قوت يومها. طبعا وإن شاء الله المنظمة استمرت في عدة أنشطة اجتماعية وخيرية داخل المنطقة. شرعت منظمة فزان الكبرى للأعمال الخيرية والثقافية في توزيع عيدية على 120 أسرة ببلدية وادي الشاطئ. تأتي هذه المساعدات بعد تبرعات من أهل الخير بمبلغ مالي بلغ 500 دينار لكل أسرة، كما تنوي المنظمة أن توزع ملابس العيد على اليتامى خلال الأيام المقبلة. أقامت منظمة سيدات أعمال مصرات احتفالية لتكريم الفائزات بالتراتيب الأولى في مسابقة تاج الوقار القرآنية بدورتها الثانية في منطقة الرويسات في مدينة مصرات. تضمنت المسابقة التي نظمتها وأشرفت عليها منظمة سيدات أعمال مصرات 5 جوانب لحفظ القرآن الكريم، من بينها حفظ المتون للصغار والتجويد وحفظ الجزء الأخير وحفظ نصف القرآن وحفظ القرآن الكريم كاملا. مسابقة تاج الوقار هي مسابقة نظمتها منظمة سيدات أعمال مصراتة برعاية المركز الوطني. المسابقة ضمت 5 جوانب، جانب الأخير من الربع الأخير من حفظ القرآن الكريم، وجانب النصف، والجانب الثالث هو جانب القرآن كاملا. عندنا جانب تلاوة وتجويد القرآن الكريم وجانب حفظ المتون لفئة الصغار. المسابقة تمت خلال الفترة من 10 إلى 20 رمضان. كان الإقبال عليها من قبل طالبات مراكز التحفيظ ممتازة.
والآن إلى مجموعة من الأخبار الاقتصادية، حيث أفاد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد عون في معرض إجابته على سؤال أحد المواطنين عبر منصة حكومتنا بشأن إمكانية إجراء دراسة فعلية للاتفاقيات السابقة بين ليبيا وشركات النفط الأجنبية. أفاد بأنه تم خلال الأعوام الماضية تعديل شروط الاتفاقيات مع أغلب الشركات النفطية العالمية، لافتا إلى أنه لا توجد نية حتى الآن لعودتها ما لم تطلب هي ذلك. المفاوضات اللي تمت في سنة 2007 و2008 وبداية من 2006 تم تعديل الاتفاقيات إلى النمط الرابع من اتفاقية المقاسمة والاستكشاف والإنتاج، وشروط الاتفاقيات التي تم تعديلها مع أغلب الشركات العالمية النفطية آنذاك كانت أدخلت على الجانب الليبي مبالغ طائلة وصلت إلى حوالي 100 مليون برميل سنويا، كانت تمشي للطرف الأجنبي والآن تدخل إلى خزينة الدولة الليبية. لا يوجد لدينا في الوزارة حاليا أي نية لإعادة الدخول لهذه الاتفاقيات أو تعديلها ما لم يطلب الطرف الثاني، باعتبار أن الاتفاقية طبعا خاضعة للطرفين، الطرف الأول هو المؤسسة الوطنية للنفط والطرف الثاني هي وفي بعض الحالات وزارة النفط بالنسبة لعقود الامتياز. أجرى وزير العمل والتأهيل علي العابد زيارة إلى بلدية درنة، التقى خلالها رئيس المجلس البلدي عبد المنعم الغيثي، وحضرت اللقاء مجموعة من مديري المعاهد والأساتذة بجامعة عمر المختار فرع درنة، حيث تمت مناقشة العديد من الإجراءات المتعلقة بتنظيم سوق العمل، إضافة إلى التزام الوزارة إقامة العديد من البرامج التدريبية للعناصر البشرية المحلية في مختلف مجالات العمل المتاحة في الفترة المقبلة. لذلك لابد نعرف السبب ونعول عليه ونساءل ولابد أن تفهموا مبادئ الحكم الذي شرفنا اليوم بزيارة مدينة درنة. هذه الزيارة طبعا كانت في إطار متابعتنا لمكاتب العمل بالمنطقة الشرقية والاطلاع على أوضاع والإمكانيات المتوفرة في هذه المكاتب، وأيضا تشرفنا بحضور الندوة يعني حول حوكم الرشيد الذي كان في مشاركة عدد من الأساتذة بجامعة المختار، وأيضا التقينا ببعض الأعيان والخبراء بمدينة درنة، وأيضا أنا سعيد بين أهلي وناسي وإن شاء الله تعالى نعود الزيارة في أقرب وقت. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف السيد عبد القادر بوشنافة، مكتب الإعلام والتواصل بوزارة العمل والتأهيل. مرحبا بك سيدي. أهلا وسهلا بك، مساك سعيد. أهلا بك. من خلال زيارتكم لبلدية درنة، كيف تقيم سوق العمل فيها والفرص المتاحة للشباب حاليا؟ طبعا زيارتنا الى زياره معالي وزير العمل والتأهيل المهندس علي العابد الرضا الى مدينه درنة تاتي في اطار الوقوف على احتياجات مكاتب العمل بصفه عامه في البلديات. طبعا زيارتنا الى مدينه درنة تاتي في اطار الاجتماع الثالث او الاجتماع الثالث الذي تم الاول في راس دانوف والثاني في بنغازي والثالث في مدينه درنة. وياتي ايضا تماشيا في اطار توجهات حكومه الوحده الوطنيه لتوحيد المؤسسات وربطها ببعضها والوقوف على احتياجاتها لضمان اعداد خطه كامله لاطلاق برامج تدريب وايضا تفعيل مكاتب التفتيش العمالي وايضا مساله حصر العماله الوافده خصوصا ليبيا بصفه عامه بها مجموعه كبيره من عناصر العماله الوافده. نعم، يعني هل هن يعني لتقويه العماله المحليه واستبدال محل الوافده، هذا هو هدف الزيارات؟ نعم. طيب سيدي، يعني لو سالتك نعم هدف الزياره بصفه عامه هو الوقوف على احتياجات المكاتب وايضا ربط المنظومه ببعضها البعض وتوحيد المؤسسات لاطلاق برامج يعني عمل توافق ما بين الفرص المتاحه نعم ومخرجات السوق من الشباب. نعم متطلبات. نعم نحن في اطار اعداد يعني هناك خطه ستطلق من قبل الوزاره للتدريب على التخصصات الدقيقه التي يحتاجها سوق العمل لاغلاق الفجوه او لسد الفجوه الموجوده ما بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل. نعم، طيب سيدي، يعني ما هي خططكم في المستقبل القريب لتنظيم سوق العمل؟ تحدثت عن دورات تدريبيه، نعم. ما هي ايضا الخطط؟ نعم، فيما يخص تنظيم سوق العمل او في تنظيم العماله الوافده. لا، تنظيم سوق العمل، دعنا نتحدث عن تنظيم سوق العمل. هناك خطط تعكف على تنفيذها الوزاره
فيما يخص سوق العمل وهي تدريب الشباب خصوصا مع القطاع في 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 الاستفاده من 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 الشركات الكبرى كالقطاع النفطي على سبيل المثال. نعم. هناك برامج يعني تدريبيه الوزاره قريبا تدريبيه تخصصيه تحديدا في في التخصصات الدقيقه التي يحتاجها سوق العمل والتي يعني الشباب الليبي قادر على ان 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 يحل محل هذه الاعمال الوافده، واذا ما تم تاهيله وتدريبه على شكل او بشكل دقيق يعني او بشكل تخصصي. طب سيدي، بعد اجراء هذه الدورات التدريبيه سيتم فعلا منح هذه الشباب او هذا العدد من الشباب فرص عمل حقيقيه؟ يعني سيتم ربطهم ايضا، سيكون هناك تربيط ما بين القطاع الخاص ايضا؟ هو نحن نعمل كوزاره عمل وتاهيل وبإشراف من معالي وزير العمل والتاهيل تحديدا على الشراكه ما بين القطاع العام والخاص. نعم. وايضا يعني تدريب الشباب لاقتحامهم في المجال الخاص لكي تكون هناك موازنة بين القطاعين الخاص والعام. نعم نعم. طيب في موضوع الأعمال الوافدة، ما هي خططكم أيضا في هذا الموضوع؟ تعكف الوزارة حاليا على حصر الأعمال الوافدة الموجودة داخل ليبيا والاستفادة منها وتنظيمها، أيضا على رقمنة قطاع العمل ورقمنة وربط المنظومات بشكل عام في المكاتب العمل على المستوى الوطني فيما يخص العمل الوافدة. نعم، يعني أنت تحدثت أن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة من الزيارات سبقتها بنغازي وأيضا راس لانوف، وستستمر هذه سلسلة الزيارات لباقي البلديات؟ نعم. ما هي نعم وجهتكم؟ نعم نعم، ستكون وجهتنا أيضا المنطقة الجنوبية ومنطقة الغربية. طبعا مدينة درنة ومدينة بنغازي وكل المدن الليبية ومدينة سرت قبلها أيضا ومدن الجنوب هي 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 محور اهتمام حكومة الوحدة الوطنية بشكل عام ووزارة العمل بشكل خاص، وهي حريصة على أن تزور كل المناطق. الوزير حريص على أن يزور المناطق ميدانيا بشكل شخصي للوقوف على احتياجات هذه المكاتب العمل وتفعيلها وسد احتياجاتها، وأيضا للتنسيق فيما يخص خطة الوزارة من ناحية تدريب وتأهيل الشباب الباحثين عن العمل والخريجين. نعم. طيب سيدي، يعني سؤالي الأخير لك، متى سيلمس الشباب الليبي نتائج هذه الزيارات؟ يعني متى سيتم التواصل معهم وإعطاهم هذه الدورات التدريبية؟ نعم، هي هذه التحركات كلها ستترجم فعليا إلى قرارات وإلى تدريبات بعد التنسيق مع مكاتب العمل وجهات ذات الاختصاص. نعم. خصوصا المراكز التدريبية، يعني الوزير كان في زيارة إلى مركز الزاوية وإلى مركز التدريب رفع الكفاءة في الزاوية وإلى مصراتة وإلى أيضا المنطقة الشرقية في راس لانوف وشركة سرت. نعم. كلها للتنسيق لإخراج وإطلاق برامج تدريبية لدفعات الشباب خصوصا الباحثين عن عمل لتدريبهم وتأهيلهم على التخصصات الدقيقة. نعم. فنحن سنسلح هؤلاء الشباب بهذه الخبرات وبهذه التدريبات التأهيلية التي تمكنهم من اقتحام سوق العمل وسد الفجوة، وخصوصا أن العمل الوافدة أصبحت أو تقلصت المدة الماضية، وخصوصا أن أيضا الشركات ستكون داخلة إلى ليبيا في مسألة إعادة الإعمار. نعم. في داخل البلاد. نعم نعم، كل الشكر لك السيد عبد القادر أبو شناف من مكتب الإعلام والتواصل بوزارة العمل والتأهيل، شكرا جزيلا لك. أعلن مصرف الوحدة عن شروع فروعه ووكالته في إدراج علاوة الزوجة والأبناء في حسابات مستحقيها عن يناير وفبراير ومارس تباعا، وذلك اعتبارا من يوم غد الأحد. هذا وطلب البنك من لم يتلقى رسالة نصية تفيد بإدراج العلاوة في حسابه بالاستعلام عن رصيد حسابه أولا، ثم التوجه في حال عدم إدراج العلاوة إلى فرعه المصرفي وتزويده برقم الحساب لإدراجها.
نفت شركة الخطوط الجوية الإفريقية فرض غرامة عليها من قبل السلطات السودانية تقدر $2.5 مليون بسبب نزول 50 راكبا سودانيا وليبيا في مطار الخرطوم لم يخضعوا لفحص كورونا، مشيرة إلى أنه لا يمكن فرض غرامات بهذه المبالغ على شركة طيران مهما كانت المسببات. هذا وشددت الشركة في بيان لها على التزامها بمعايير السلامة الدولية المتعلقة بإجراءات كورونا، لافتة إلى أنها فتحت تحقيقا في الواقع وستتم معالجة أي إشكالات قد تعترض تيسير الرحلات بشكل منتظم. أعلن جهاز النهر الصناعي عن بدء دخول المياه إلى العاصمة طرابلس وعدة مناطق، وذلك بعد عودة التيار الكهربائي الذي انقطع لساعات في محطات الطاقة الفرعية في الحقل الشرقي. وأوضح الجهاز أنه تم فتح صمامات التحكم الرئيسية في منظومة الحساونة سهل شفارة، ما ساعد على تدفق المياه في المسارب المخصصة لذلك بشكل جزئي. هذا وأكد عضو لجنة إدارة منظومة الحساونة بجهاز النهر الصناعي أحمد الديبة أن الكمية التي دخلت إلى خزانات العاصمة بلغت حتى الآن 150 ألف متر مكعب. وذكر جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة سهل شفارة أن غرفة التحكم الرئيسية بالمنظومة بدأت فعليا بفتح صمامات التحكم بالتدفق على المسارين بشكل جزئي. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس محمد كريم مدير مكتب الإعلام والتوعية والناطق الرسمي للشركة العامة للمياه والصرف الصحي. مساء الخير سيدي. مساء الخير. مساء الخير سيد محمد. مهندس محمد كريم هل تسمعني؟ نعم هل تسمعني؟ مهندس اهلا بك. اهلا بك. بداية سيدي حدثنا عن حجم تأثر المناطق في طرابلس في انقطاع المياه. طبعا بسم الله اليوم الجمعة الماضي المناطق 2021 انقطاع عربات الحقول الخاصة بزيادة النهر. الحمد لله فرق جميع المجهولات في بدينا نزاز والعمل على قدم كشيء كتنا بتوزيع تعريض المياه في بعض المستشفيات الحكومية وبعض دور الرعاية وبعض المؤسسات الحكومية وبعض المواطنين من خلال وفق الاتفاقيات الرئيسية الخاصة بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي. طبعا ما قدمنا خلال السنوات الماضية مقترحات جديدة منها 90 البلد عدى 115 حلبات من تفعيل بعض الارض وسوف تكون الخير على بلاد العباد في استكمال هذه الابار باذن الله تعالى. الابار راح تغطي جزء من استهلاك المواطنين ولكن مش بكيفيه الاستهلاك اليوم تتحقق مياه من منظومه الاحفاد باذن الله تعالى. العام على قدم استكمال منظومه ندعو حاضر مع قطر الوقوف ثم الوقوف مع الشركة العامة للصرف الصحي موضوع فيها في الرفع من قدراتها العملية والمنطقية والمنتجية بإذن الله تعالى. نعم نعم كل الشكر لك المهندس محمد كريم مدير مكتب الإعلام والتوعية والناطق الرسمي للشركة العامة للمياه والصرف الصحي، شكرا على جهودك، شكرا لانضمامك إلينا في هذه النشرة. في نشرتها اليومية أعلنت الشركة العامة للكهرباء عدم وجود أي طرح للأحمال في الجناحين الغربي والجنوبي من الشبكة، فيما سيبلغ معدل طرح الأحمال في الجناح الشرقي 3 ساعات. وأهابت الشركة بالمواطنين إلى ضرورة مراعاة أي تغييرات على الشبكة، داعية إياهم إلى التواصل معها في حال وجود أي مشكلات.
نظمت روضة ومدرسة الأمل في منطقة زويا بوادي الشاطئ بازار التسوق الرابع لدعم العائلات المنتجة في ليبيا، ويأتي هذا البازار بالتعاون مع بعض المنتديات والجمعيات المحلية بهدف تشجيع المرأة المنتجة وترويج أعمالها، متضمنا عرض منتجات متنوعة من ملابس ومشغولات يدوية ومواد منزلية، بالإضافة إلى إقامة بعض الأنشطة الترفيهية للأطفال. نظمت الرابطة الاجتماعية للحي السكني الإمام مالك بمدينة المرج إفطارا جماعيا لسكان الحي بمشاركة شخصيات فنية من مدينتي بنغازي والمرج، فيما تم تنظيم إفطار جماعي آخر من قبل سكان حي النسيج، وذلك بمناسبة عودة عدد كبير من النازحين. تفاصيل أوفى نتابعها في هذا التقرير. في أجواء يسودها الحب والألفة، وفي إطار الاحتفاء بشهر رمضان المبارك والذي لا يتميز بتلك الأجواء الروحانية والإيمانية فحسب، بل يمتد إلى تلك الجسور المغلفة بالعطاء والمحبة بين المواطنين. ففي ليبيا كغيرها من البلدان يتميز شهر رمضان المبارك بموائد الإفطار الجماعية، فلن تجد في هذه البلاد الخيرة مدينة أو حيا لا يقيم إفطارا جماعيا في هذا الشهر الفضيل، فهي أمر أساسي وثابت لم يتغير منذ عصور. وبالرغم من كل الأحداث الصعبة التي واجهتها البلاد، فأنت تجد موائد الإفطار الجماعية عادة راسخة يملأها الحب والوئام. فمثلا لو ذهبنا إلى الحي السكني الإمام مالك بمدينة المرج لوجدنا الرابطة الاجتماعية لذلك الحي قد أقامت إفطارا جماعيا لسكانه بمشاركة شخصيات فنية من مدينتي بنغازي والمرج بواقع 300 شخص. الجدير بالذكر أن الرابطة الاجتماعية لسكان حي الإمام مالك المعروف شعبيا بحي الحلق قد نظمت عديدا من المناشط الخيرية والإنسانية بالمرج والمدن المتاخمة لها، كما تقوم أيضا بتكريم الشخصيات الاعتبارية والمؤسسات بالمرج إلى جانب الأنشطة الرياضية السنوية التي تقام في كل عام. شكرا لأهالي المرج، شكرا لحي حلق على هذه البادرة الطيبة، صدق يعني كرم وجود وعلى رحابة استقبال، إن شاء الله ربي رمضان خير ومحبة لكل الليبيين، ونقول عيدك مبارك أخرى. وفي السياق ذاته نظم أيضا سكان حي النسيج إفطارا جماعيا آخر بمناسبة عودة عدد كبير من النازحين، ولابد من الإشارة هنا إلى أن هذا الحي يشمل 176 عائلة تم حرق منازلها خلال أحداث عام 2015. فترة جمعية التمت الأهالي الحي كلهم الحمد لله اليوم، والحي كان يعني مهجر حق يعني من 2017 والله من قبله كان محروق ومهجر، وكانت فيه يعني قله من السكان. تلك الموائد الرمضانيه التي تعمل على تعزيز اواصر المحبه والترابط بين جميع المواطنين بمختلف منابعهم واعمارهم وثقافاتهم، لا شك انها ستؤثر بطريقه ايجابيه على النهوض بهذا الوطن العامر الذي ما زال يحث على اتباع القيم الانسانيه والاخلاق المجتمعيه مهما اثقل بازمات اقتصاديه ومعيشيه. نشرتنا مستمرة وفيها بعد هذا الفاصل. تنديد دولي واسع بالانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس.
أهلا بكم من جديد. دعا الاتحاد الأوروبي السلطات الإسرائيلية إلى التحرك بشكل عاجل لوقف التصعيد في القدس المحتلة بعد المواجهات العنيفة بين الفلسطينيين وشرطة الاحتلال الإسرائيلي وفقا لوكالة فرانس بريس. وقال الناطق باسم الاتحاد في بيان له إن العنف والتحريض غير مقبولين ويجب محاسبة الجنات من جميع الأطراف، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي يدعو السلطات إلى التحرك بشكل عاجل لخفض التوتر الحالي في القدس. منعت قوات الاحتلال الإسرائيلية الطواقم الطبية من تقديم خدماتها الإسعافية للمصابين من المصلين في المسجد الأقصى المبارك برصاص الاحتلال وقرب حاجز قلنديا العسكري وحي الشيخ جراح بالقدس المحتلة. وناشد مدير جمعية إسعاف الأمل الخدمات الصحية عبد المجيد طه في بيان جميع طواقم الإسعاف العاملة في القدس التوجه إلى الأقصى والتدخل لإسعاف المصابين ومنع الاعتداء على الطواقم الطبية. إلى ذلك أغلقت قوات الاحتلال حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة ومنعت المركبات من دخول المدينة، كما منعت طواقم طبية من الوصول وتقديم الإسعافات الأولية لأحد المصابين على الحاجز حسب ما أفادت به جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان خلال لقائه المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان ضرورة التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة. وشدد البرهان خلال اللقاء على موقف بلاده الثابت بخصوص الحل التفاوضي للخلافات بين إثيوبيا ودولتي المصب، مؤكدا ضرورة التنسيق المشترك بين الدول الثلاث. هذا ونوه رئيس المجلس الانتقالي إلى أن انتشار القوات المسلحة السودانية الأخيرة تم داخل الحدود السودانية التي أقرتها إثيوبيا وحددتها الاتفاقيات التاريخية. وافقت منظمة الصحة العالمية أمس الجمعة على الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19 الذي تنتجه شركة سينوفارم الصينية المملوكة لبكين، وأصبح اللقاح وهو أحد لقاحين صينيين منحا بالفعل لمئات الملايين في الصين وخارجها أول لقاح لكوفيد-19 تطوره دولة غير غربية ويحظى بدعم منظمة الصحة. ختام النشرة وهذا تفكير بالعناوين. مجلس النواب يؤكد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها ويرفض التدخل الخارجي. المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا يؤكد دعمه خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة. الحكومة تطلق موقعا خاصا يتضمن كل القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء. استمرار حملات التطعيم ضد كورونا في مختلف مناطق البلاد. بذلك مشاهدينا نكون قد وصلنا لختام نشرة 11. لمزيد من الأخبار والتفاصيل تابعوا موقعنا الإلكتروني libyaschannel.com أو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. إلى اللقاء.